تفضلوا الإخوان والأخوات. زيد واحد دقيقة حيت العشرة وتسعة وعشرين بداو صافي. صباح الخير عليكم. اليوم بغينا نقدموا هذه الندوة الصحفية باش نعطيو انطلاقة رسمية لمسلسل المناقشات والمشاورات الوطنية والجهوية حول برنامج ديال التنمية المستدامة، الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة اللي كتنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد الملك محمد السادس نصره الله. وكيف ما كتعرفوا كيف ما تكلمنا عنها من قبل، هذا الهدف من هذه المشاورات وهذه المناظرات هو تعبئة كل الفاعلين الأساسيين في هذا الورش السامي والمهم لتنمية المغرب على المستوى الوطني والترابي، باش يساهموا باش كل شيء يساهم في إعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتمكين ديال كل شيء من المشاركة في إعداد السياسات العمومية وبناء مستقبل مزدهر إن شاء الله لبلادنا. هذه المرحلة الأولى من هذا المسلسل التشاوري كتبدأ بتنظيم مناظرة جهوية على صعيد كل جهات المملكة، والتلاقة الأولى غتكون من مدينة العيون في يوم الاثنين 13 مارس. موازاة مع ذلك غتم إطلاق واحد منصة تفاعلية لمعرفة آراء كل المواطنات والمواطنين داخل وخارج المغرب حول هذا الموضوع وإنجاح هذا الورش الاستراتيجي، باش يكون المواطن واحد الفاعل اللي هو أساسي في بناء مسار التنمية المستدامة في المغرب. فقبل ما نبدا بغيت نذكركم اولا وقبل كل شيء بغيت نتقاسم معكم الاطار الاستراتيجي اللي كتعمل به الوزاره اللي كنتشرف بالتسيير ديالها وفقا لمقتضيات الدستور الجديد ديال المملكه اللي كيكرس الحق للتنميه المستدامه كحق دستوري لكل مواطن ومواطنه. فكما كتعرفوا انخرط المغرب في منذ عدة سنوات في مسلسل التنمية المستدامة بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حيث أعطى سنة 2010 تعليماته السامية للحكومة لتجديد التوجهات الكبرى للحوار الواسع بشأن إعداد ميثاق وطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة في خطة عمل مندمجة بأهداف مضبوطة وقابلة للإنجاز في كل القطاعات، انتهى كلام صاحب الجلالة. وقد تأكد هذا التوجه من خلال الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة في أكتوبر 2019، حيث أشار جلالته إلى أن تعزز انخراط المغرب في مسار تسريع تنزيل الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، انتهى كلام صاحب الجلالة. واستجابة للتعليمات السامية اعتمد سنة 2014 واحد القانون إطار ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة،
ووفقا لاحكامه تم اعداد الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه، وكترتكز الاستراتيجيه على مرجعيات واضحه دستوريا وقانونيا، كما تشكل واحد الاليه اللي ان شاء الله غتكون ناجعه في تحقيق اهداف التنميه المستدامه في افق 2030. وكتغطي هذه الاستراتيجيه التي تم اعتمادها من طرف المجلس الوزاري تحت الرئاسه الفعليه لصاحب الجلاله على الركائز الاربع للتنميه المستدامه، اللي كتهدف الى ان تكون وثيقه مرجعيه استراتيجيه كتعزز جميع السياسات العامه التي تساهم في تحقيق التنميه المستدامه لبلادنا. فبعجاله غنذكركم بالمراحل ديال التفعيل ديال الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه. كان تم وضع واحد الاطار ديال الحكامه بالمرسوم المعتمد سنه 2019، واللي مكن من احداث اللجنه الوطنيه للتنميه المستدامه اللي تحت الرئاسه ديال رئيس الحكومه، ولجنتين، الاولى كتهم تتبع مواكبه الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه، والثانيه كتتبع وكتواكب اهداف التنميه المستدامه. في اطار هذا المسلسل كلفت اللجنه الوطنيه للتنميه المستدامه السلطه الحكوميه المكلفه بالبيئه بتقييم الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه، هذيك المرحله الاولى ديالها، من اجل ملائمتها مع المستجدات الوطنيه والمستجدات الدوليه. واطلق قطاع التنميه المستدامه دراسه من اجل تقييم هذه المرحله الاولى ديال الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه واقتراح واحد خارطه الطريق لتحيينها. في اطار هذا المسلسل تم تقييم هذه المرحله الاولى، وكنتلخص اقتراح واحد الخارطه الطريق لتحيين الاستراتيجيه، وتم اعتمادها من طرف اللجنه الوطنيه للتنميه المستدامه في الاجتماع اللي كان عقد الى تذكرته في 14 ابريل 2022. كيف ما كتعرفوا، في اطار الاستراتيجيه الوطنيه للمستدامه تم تحقيق بعض الانجازات، وكانوا بعض الاكراهات. الانجازات غادي والمكاسب الايجابيه غنتكلم على طبعا خلق واحد اطار عمل فعلي لتعزيز التزام القطاعات الوزاريه كلها برهانات التنميه المستدامه. الدور المحوري اللي لعبوا اطار الحكامه كان اعتمد في مجال، كان عطى واحد تبادل لاول مره للمعلومات بين القطاعات بشكل سلس. النظام المعلوماتي اللي تم وضعه واللي مكن من تعزيز نجاعه تتبع تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه. النجاحات الاخرى ان هذه الاستراتيجيه كتضم عده غايات اللي هي محدده في الاجنده الامميه للتنميه 2030، الاهداف 17. وكاين واحد التقدم اللي حسينا به في مخططات العمل القطاعيه للتنميه المستدامه، وكذا في ميثاق مثاليه الاداره. ولكن طبعا تم الوقوف هذا التقييم على بعض العوائق وبعض الاكراهات وسبل التحسين اللي استوجب علينا باش نصحوها ونصلحوها، وخص يكون هذا الاصلاح شامل باش نعزو الاكتسابات اللي حققنا في هذا الميدان ديال التنميه المستدامه. الاكراه الاول اولا العرقل الاكراه الاول اللي لاحظناه هو انه هذا التتبع ديال التقدم اللي حرزنا عليه في تنزيل استراتيجيه تم التركيز على الاجراءات اللي اتخذت، تم التركيز على عدد الاجتماعات اللي دارت، ولكن كان لازم نركزوا اكثر على تحقيق الغايات والاهداف اللي كانت مسطره. اي ضمن نركزوا على عدد الاجتماعات اللي دارت، ولا على الاجراءات الاداريه اللي اتخذت. الاكراه الثاني هو انه اقتصرت بعض الاهداف ديال الاستراتيجيه على وجوب متابعه تنزيل بعض السياسات القطاعيه بدلا من تحديد الغايات اللي هي محدده، وكيف ما كان شار لها صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، مؤشرات لتكون قابله للقياس.
وصبحات بعد التدابير طبعا ديال هذه الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه قائمه على استراتيجيات قطاعيه اللي كانت دارت في 2020 اللي هي اليوم صبحات جد متجاوزه. واصبح اليوم من الضروري طبعا خلق واحد مزيد من التقارب ما بين الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه واهداف التنميه المستدامه ديال 2030 لتحديد طبعا الاولويات الوطنيه اللي واجب علينا باش نتبعوها وخصنا نقيسوا يتم واحد القياس للتقدم اللي حرزنا عليه في الاطار ديالها بطريقه طبعا منتظمه وجد دوريه. على ضوء هاد النتائج وهاد المستجدات الوطنيه والدوليه اقترحنا ان تشكل هذه الاستراتيجيه الجديده ولا المرحله الثانيه ديال الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه اداه لتوجيه مسار التنميه المستدامه في المغرب بحلول 2030. ولذلك طبعا احنا اقترحنا انه يجب على الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه باش اولا تتماشى مع توصيات النموذج التنموي الجديد سواء من حيث اهداف اللي كنسطرها النموذج التنموي الجديد التي يجب اتباعها ولكن ايضا من حيث طريقه العمل اللي يجب باش نتبناوها. ثانيا بتبينينا واقترحنا بان هذه الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه خصها تتماشى مع التزامات البرنامج الحكومي. وثالثا واخيرا خصها تتماشى مع الاجنده الامميه للتنميه ديال 2030 وجميع الالتزامات الدوليه اللي كتعلق بالتنميه المستدامه اللي هي تنميه طبعا افقيه وكتهز كل كتهم كل المواطنين والمواطنات. فطبعا هذه الاليات ديال التخطيط الاستراتيجي على المستويين الوطني والترابي خصها تاخذ بعين الاعتبار اهداف الاستراتيجيه يجب المراجعه ديالها والتعديل مراجعه ديال السياسات العموميه في بعض الاحيان والتعديل السياسات العموميه الحاليه باش نضمنوا واحد التوافق مع الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه. وكما طبعا يجب على الاستراتيجيات القطاعيه الجديده اللي كتبلور حاليا بما فيها الاستراتيجيات اللي كتعلق بالانتقال الطاقي والسياسات التنميه الترابيه والجهويه المتقدمه خصها تتماشى مع رؤيه واهداف الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه. ففي اطار هذه العمليه غادي تتم ترجمه رؤيه الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه الى اول رهانات قائمه على السياق الوطني ومستوحاه طبعا من الاجنده الامميه ل 2030. ثانيا على اهداف استراتيجيه لتحديد مسار التنميه المستدامه اللي بغيناها لبلادنا. وثالثا خصها تكون وغادي نحث على داك الشيء مؤشرات كتمكننا قابله للقياس كنحينوها بطريقه منتظمه اللي غتمكن من تتبع بشكل دقيق وشكل منتظم انتقال المغرب الى مسار ديال النمو المستدام اللي بغينا لبلادنا. وطبعا المؤشرات اللي بغيناها غتكون مؤشرات واضحه وقابله للقياس كتهم جميع محاور التنميه المستدامه وذلك بشراكه مع المندوبيه الساميه للتخطيط. وبموازاه مع ذلك غادي يواصل المغرب اعداد التقارير الخاصه بالاجنده الامميه اللي كنعطيوها بطريقه منتظمه مستفيدا من مؤشرات هذه الاستراتيجيه الجديده. كيفاش غادي نشاركوا الفاعلين في مسلسل تحيين الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه؟ فهذه العمليه ديال التحيين ومراجعه الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه غادي اولا بغينا نديروها من خلال اعتماد واحد المقاربه تشاركيه كتحرص على اشراك جميع المتدخلين بمشاركه قويه كيف ما بغى النموذج التنموي الجديد في طريقه العمل لجميع المصالح طبعا المختصه ب
بما في ذلك طبعا كل القطاعات الوزارية، الجهات، القطاع الخاص، ممثلي الجهات والجماعات الترابية، المجتمع المدني، الشباب، الهيئات الاستشارية أو الدستورية والتنظيمية، وجميع المؤسسات الرئيسية، وبالإضافة إلى المشاورات اللي كدار في المستوى المركزي وكما غتشوفوا الأسبوع المقبل في على المستوى الجهوي. هذه المناظرات الجهوية حول التنمية المستدامة بغينا نوسع بها طبعا التشاور على صعيد الجهات، لأن كل تنمية مستدامة في جهات الداخلة ما كتعنيش نفس الشيء الجهات الشرق ولا جهات الرباط. بغينا نطلقوا طبعا واحد المنصة كتسميناها نساهمو، منصة إلكترونية إن شاء الله مع المناظرات الجهوية، من أجل تمكين جميع المواطنات المواطنين كانوا داخل المغرب أو لا خارج المغرب، باش حتى هما يساهموا ويعبروا على الآراء ديالهم والاقتراحات ديالهم والحلول ديالهم وانتظارات ديالهم بخصوص كل مجالات التنمية المستدامة. وطبعا قبل إنهاء ديال الإعداد ديال الاستراتيجية الجديدة سيتم تنظيم واحد المناظرة، المناظرات الوطنية لزاسيز ناسيونال حول التنمية المستدامة. هذه واحد الورش على المنصة ديال نساهمو اللي بغينا نوضعوها رهن المواطنين، اللي خاصة بإعداد هذه الاستراتيجية الوطنية. كيف ما قلت الهدف منها هو استقاء التوقعات ديال المواطنين والمواطنات المغاربة داخل الوطن وخارجه. اللي بغيت نأكد عليه هو أنه غادي يمكن الجميع من التعبير على الآراء ديالهم حول أولويات التنمية المستدامة ديال البلاد ديالنا وحول القضايا الكبرى الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. بطبيعة الحال غتم المشاركة في هذه المنصة في هذه الاستشارة بصفة سرية، وهي مفتوحة لجميع الراغبين في المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لأفق 2030. المناظرات الجهوية اللي غتطلق الأسبوع المقبل في مدينة العيون وفي جميع جهات المملكة كتهدف كيفما قلت إلى أولا استقاء الانتظارات حول الأولويات وحول قضايا الاستدامة بالمجالات الترابية، تحليل الواقع بطريقة شفافة والوقوف على الرهانات الأساسية ذات الأولوية في هذه الجهة بالضبط، اقتراح حلول اللي هي قادرة على جعل التنمية الجهوية واحد التنمية غتكون شاملة ومتوازنة ومستدامة، وطبعا تحديد رافعات الاستدامة على مستوى المجالات الترابية. وتعرف هذه المناظرات واحد الجلسة العامة لتقديم الرؤية الوطنية وأولويات التنمية المستدامة ببلادنا، وكذا مسلسل تحيين استراتيجية، وغتعقد واحد الورشات، ورشات العمل متوازية وفق مقاربة تشاركية حول الموضوع الأول هو موارد طبيعية متمنة ومتمنة ومحمية، ثانيا اقتصاد تنافسي ومجالات ترابية مستدامة، والموضوع الثالث هو الخدمات العمومية والتراث الثقافي. وخلال هذه المناظرات الوطنية حول التنمية المستدامة سيتم طبعا تقديم المشروع الاستراتيجية الجديدة التي سيتم إعدادها، تقديم خارطة الطريق لتنزيل الاستراتيجية الوطنية والهياكل ديالها. وبغينا طبعا نوسعوا المشاورات ووضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية المستقبلية مع دمج الرؤية الموحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2035 وقضايا التنمية المستدامة الوطنية ولوحة القيادة الوطنية لرصد هذه المؤشرات ديال التنمية المستدامة بطريقة دورية ومنتظمة وشفافة. وبغيت نشكركم على حسن إصغائكم،
ودابا نفتحوا النقاش للاسئله حول استراتيجية الوطنية التنمية المستدامة، ولكن قبل ما